معايا، روحي شوفي زباينك، يلا يلا يلا، لا يكون حد عايز حاجة. يلا زكي تكسب رهان. مش قلت لك انا كنت فاكرة انها مجنونة، بس طلعت كلبة واطية، وهي تموت قبليك ان شاء الله. اهلا اهلا حاتم بيه، اهلا اهلا، منور منور خالص، لمبه 1000 واط، شمس وقمر مع بعض. اهلا بيه عزيز، خليهم يجيبوا لنا كل حاجه انت شايف انها حلوه. الشرب حاتم بيه ويسكي، والاستاذ ويسكي برضو، ده صديقي عبد الرب. اهلا مستر عبد الرب. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. عزيز من فضلك ابعت لي الشط بسرعه. امرك امرك مستر. يلا عيش وملح يا عبد الرب، اشرب وكل يا عم. يا باشا والله ما كان لي لزوم. انا حابب انك تبقى مبسوط يا عبد، مبسوط خالص. ربنا يبارك في سعادتك سعادة الباشا. باشا هو طعمه يعتبر مش حلو لكن لذيذ. لذيذ يا بيه. تعرف يا عبدو، بعد ما تشرب كاس تاني هتحس انك عايز تعمل حاجات لذيذة، حاجات لذيذة جدا، ألذ حاجة في الحياة. عارفها يا بيه، بس انا مرض في البلد هناك في الصعيد الجواني. هو لازم يعني مع مرتك؟ على فكرة اغلب الستات ما بيكونوش لذاذ قوي. تشغيلك يا بيه. اهدى اهدى يا عبد، الناس بتبص علينا. خليك عادي خليك عادي خالص. عبد رب ربو. ايه؟ انت مفيش عندك مخ؟ عايز تعمل لنا فضيحة؟ انت عارف ان انا اقدر اذيك، بس انا الاذية مش طبعي. تقدر تقول لي هتروح فين دلوقتي؟ هروح في نصيبها. يا بيه الحاجات اللي انت طالبها دي عيب وحرام وبتهز عرش السماوات والارض. طيب خلاص خلاص، تعالى اتنيل تاوى لحد الصبح، والصبح بقى اروح لحالك. يلا. ايه هتاع سكان العماره دول؟ لا بقى في اصول ولا حد بيقدر المسؤوليه. في ايه يعني بكل واحد يتاكد ان قفل باب الاسانسير وراه؟ ده حاجه تقرف. اهلا حاتم بيه. مش ممكن سكان العماره واحد طلع بالاسانسير وساب الباب مفتوح. مين ده؟ يا زكي باشا الاستهتار بقى شيء عادي. اه ما انا عارف. مين ده؟ لا ده معايا. اه معاه اه معاه. لا بس الواد شديد بصراحه. معاه. ما تطلع يا ابني جيب لي الاسانسير من فوق. اما حاتم بيه يقوم. اه لما حاتم بيه امر حاتم بيه يجيب الاسانسير من فوق. ما تخافش مش هيحصل له حاجه، زي ما هيطلع زي ما هينزل بالظبط. خلاص يا باشا اطلع يا عبد الرب. اطلع يا عبد الرب. اوبا شفت الواد؟ الواد طلع طالعه عمل سبرنت نمر. اي والله نمر، واد جامد. اه انت ابن حلال، تستاهل كل خير. ليلتك فل يا حاتم بيه. ما ليالي كده تبقى فل على ناس ونكد على ناس. اتفضل اتفضل. مكسوف ولا ايه؟ هو سعادتك الراجل ده باشا بجد ولا تجليد؟ لا لا لا، ابوه هو اللي كان باشا بحقيقي ومسك وزير مرتين ثلاثه زمان. امال هو بيشتغل ايه؟ ولا اي حاجه، عايش على شويه املاك سابهم ابوه، فاشل طول عمره، راجل انتيكه زي ما شفته كده، مسخه سكري بتاع ستات. ده مش انتيكه، ده روبابيكيا. طيب
بيت بيتك بقى، انا مش اتاخر عليك. اتفضل اتفضل اتفضل. تعيش يا بيه. مش معقولة هتنام بالهدوم اللي انت لابسها دي؟ اصلي مش متعود انام بدري ابدا، لكن انت لو عايز تنام اتفضل، في اوضه جوه على فكره. الحكايه مش مستاهله بيه، اني بعد ما تنام حضرتك انام هنا على الارض، انا واخد عليك ده. اشرب يا عبدو. ده ايه؟ كركري؟ ايه؟ كركري؟ دوق انت تعرف. مش كركري. اللون لون الكركري. بقول لك، انت قلت لي انه فاضل لك شهرين وتخلص خدمتك، مش كده؟ تمام يا بيه. هتعمل ايه بعد كده؟ هرجع بلدنا تاني. دي اول مره اشوف حد يجي القاهره ويرجع تاني موطنه الاصلي. عامل ايه يا بيه؟ ماني عشان الاقي شغلانه هنا يعني تلزمني وسطه كبيره قوي. انا وسطتك يا عبدو. ربنا يسعد سعادتك سعاده البيه. اصل زي ما قلت لك انا عايش لوحدي زي ما انت شايف كده. عبدو انا وهبت نفسي علشان اسعد غيري، بس مين بقى؟ مين اللي يستاهل؟ مش تتفرج على حاجه لذيذه في التلفزيون؟ حاجه جامده. التلفزيون في الليل بيبقى ماسخ ماسخ قوي. يا بوي ايه ده يا بيه؟ جامد جدا. ها قوي. انت قلت لي انك متجوز يا عبدو مش كده؟ عبدو ايوه يا بيه متجوز، بس مرت على قد حالها يعني مش كده؟ بتنام معاها كتير؟ لزوم ايه الاحراج ده بس يا بيه؟ يا عمي مفيش احراج ولا حاجه. ها اهو لما باخد اجازه بعمل الواجب مرتين ثلاثه في اليوم لغايه ما الاجازه تخلص. مرتين ثلاثه في اليوم تقولي على قد حالها؟ انت مفتري بقى. ان جيت للحاجه يا بيه ساعات بتبقى عاصيه او تعبانه، بس انا بكسر راسها.